بيجيب هدف تاني في 5 لقاءات. فطبعا زي ما كابتن علي قال كميه المحاولات دي من جديده، يعني رقم 4 ده رقم كبير بالنسبه لفريق الداخليه، وبالتالي عرفوا يجيبوا هدف. لكن طريقه اللعب اللي بيلعب بيها فريق الجيش النهارده والاعتماد على 2 ديفندر بس، رزق وتوفيق، ده فاتح الجيم شويه، وده اللي مخلي فيه محاولات لفريق الداخليه. ففي صناعه جمله لنيكولاس او حتى الى محمد اشرف الهارب من رقابه المدافعين واللي عائد الى منطقه وسط الملعب. نيكولاس ده، هوبا نيكولاس، هوبا ده يسجل هدف التعادل في المرمى، وبالتالي نفتقد هنا لجمعيه الاداء، كره على الارض، الفن والتفنن والابداع. بوبا محاوله هدف ثاني، الله، يصنع الفارق هذا اللاعب من خلال تحركاته المزعجه، التحرك بدون كره، مهاره. محمد رزق عرضيه جميله، اوبا ده تعادل 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 يفعلها نيكولاس داو، ويدرك التعادل مع الدقيقه 70. يعود الفريق، فريق طلاء الجيش، ويدرك التعادل لفريق الداخليه بعد ما نزل مكان عبد الرحمن السويسي اللي كان معطل ولم يظهر في الصوره. محمد رزق غير من اتجاهاته، تفوق على الواحد والثاني، عمل بينيه جميله خطيره، اوبا جول جول ثالث عن طريق اللاعب عاصم صلاح، عملها عاصم في اللحظات الاخيره مثلما فعلها في مباراه